بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا مع تلاميذ تاع سنة ثالثة ثانوي اللي عندهم الباك، ربي ينجحكم كامل إن شاء الله، سيختو اللي راهم يتابعوا ويحبوا يقراوا من اليوتيوب، سيختو كذلك الأحرار اللي كونديدا ليبغ اللي ما عندهمش أستاذ يقيديهم. دونك نكون معكم إن شاء الله في قناة الأستاذة راضية. ما عليكم غير ديروا اشتراك، هكا يلحقوكم كامل لفيديو اللي نديرهم في خاطركم. اليوم أنا مع الشعب تاع العلوم التجريبية، لي سيانتيفيك، لي ماتيلام، تقني رياضي، تسيير واقتصاد. أما الآداب واللغات الأجنبية ندير لكم فيديو تاعكم وحده باش ما نخلطوش هذه مع هذه. أوكي، دونك يلا بسم الله. إذا البرنامج تاعكم فيه ربعة، فور يونيتس. اليونيت الأولى اللي حنهضروا عليها اليوم، الآخرين كل وحدة ندير لها فيديو وحدها. تاع اليوم واسمها غوتن جيمز نيفر بروسبر، بالدرجة تاعنا نقولوا دراهم الحرام ما فيهمش البركة. The theme is ethics in business. بيزنس نعرفوا هذا المصطلح، مول فين نسمعوا بيزنس مان، بيزنس وومن، معناتها رانا في الأعمال، رانا نهضروا على الدراهم. والإيثكس معناتها الأخلاقيات، الأخلاق. اوكي، نزور ما نزورش، دراهم حلال دراهم حرام، لا كونترفاسون، هذو ما كامل راحين نشوفوهم في هذه اليونيت. نروحوا الان الاهم، عناوين الدروس والغرامير اللي تحوسوا عليها بزاف والوضعيات الادماجيه. تبع معايا. اذا المطلوب منك كطالب راح تجتاز شهاده البكالوريا في نهايه السنه الدراسيه، انك يعني student will be able to، تقدر تدير وشنو، discuss and define، تناقش وتعرف، define la definition، وتعرف the concept of ethics in business، معناتها تقدر تعرف وتناقش موضوع الاخلاقيات في الاعمال. ما تخافوش، هنا ندلكم فيديو تاع الفوكابولير لكسيس. اوكي، تعودوا تعرفوا تهضروا جمله مفيده. اكسبريس ويشز، تتمنى، تعبير عن الامنيه. الامنيه هنايا راح نشوفوها دوكا كي نشرح لكم غرامير. ممكن نتمنى في حاجه في البريزون، نتمنى حاجه ثاني انا درتها في الباسي ونتمنى نكون ما درتهاش، ولا حاجه صرات ماشي بصفانا ونتمنى تكون ما صراتش، مهم نتمنى. Make a public statement about how to fight corruption. واش معناتها؟ معناتها ان statement معناتها تمد جمل مفيدة وتعبر وتكتب لي حاجة، كيقول لك حاجة، ممكن بلوغ، ممكن speech اللي هو الخطاب، ممكن letter، أشكال وأشكال تاع الوضعيات الإدماجية على ماش تهدر. how to fight، كيف fight معناتها تحارب الكوربشن، يعني الفساد، كيفاش تحارب الفساد. raise awareness، هذو مهمين جدا. raise معناتها ترفع مستوى اليقظة في المجتمع، بيان سور، about negative effects of counterfeiting. هذه ما تقولش counterfeiting، هذه feiting. counterfeiting واش معناتها؟ معناتها رفع اليقظة في المجتمع وتفهمهم وشنو هما negative effects، معناتها النتائج السيئة، consequences، اوكي، تاع counterfeiting اللي هي la contrefaçon، يعني التزوير. زيد develop a sense of active citizenship، هذه داخلة مع هذه، معناتها تطور حس المواطنة نتاعك، يعني تكون مواطن يقظ، ميكل خولك ما تكلخ انت الاخرين. اوكي، so the pupil as conscious. conscious معناتها يقظ، هذه consciousness هي awareness. consumer معناتها مستهلك يقظ، ما تستهلكش الحاجة المزورة، تكون فاطن. زيد عندك write an opinion article، مقال تحط فيه الاوبينيون نتاعك، الراي نتاعك، لو بوين دو في، وجهه نظرك. debate معناتها تمد ديزارغومون على واش، on the importance of ethics in business، معناتها تمد نص حجاجي على اخلاقيات المهنه. identify and define، كيف تتعرف على وتعرف the concept، مفهوم الاخلاق in other professional context، معناتها في ميادين اخرى، الاهميه الاخلاق في ميادين اخرى ماشي غير الاعمال. الاخلاق راهي في الطب، الاخلاق راهي في التعليم، الاخلاق راهي في كل حاجه. speak and write، راح تهدر وتكتب، بيان سور حنا في الباك ما يقولناش اهدر، راح يقولنا اكتب. write about social auditing in business، واش معناتها؟ معناتها الرقابه الاجتماعيه ورقابه تاع الدوله كذلك في الاعمال، يعني المواطن يكون يقظ، يبلغ كي يشوف حاجه نيجاتيف في التجاره ولا في الاعمال. اليقظه الاجتماعيه. write a policy statement to inform potential fund contributors، يعني مساهمين في تمويل المشاريع ولا تمويل اي عمل، كيفاش انت شغل مد لي خطه، مد لي خطه تكون فيها اخلاق،
يعني ما فيها سرقة، ما فيها ترافيك، ما فيها والو. اكتب لي خطة تاع تمويل المشروع بالحلال. نروحوا الآن نروحوا نشوفوا resources. resources معناتها لي لوسون دو غرامير، كونجوغيزون، اورتوغراف، هذو كامل. يلا معايا. الوغ ما كان نقول لكم بلي ليكسيس، يعني قلتها عاودتها بلي رايحين نشوفوا related ليكسيس، معناتها related vocabulary related to واش، to corruption، الفساد، fraud اللي هي السرقة والاختلاس، and counterfeiting اللي هي تزوير السلع، يجيب لك زعما حاجة تشبه الحاجة ويبيعها لك بالسومة تاع الاوريجينال. راكو فاهمين رانا عايشينها احنا هذه في كلش. grammar، لا غرامير واش عندنا؟ عندنا expressing condition، شفناه في المتوسط، شفناه في الثانوية الأولى والثانية. condition هي جملة الشرط، بديناها غير بالإف ومن بعد زدنا إف أونلي. دوكا رايحين نشوفو كامل أدوات الشرط اللي هما provided، providing that، as long as، etc. كاين بزاف رايحين نشوفوهم ثاني. عندنا الوش، قلنا التمني والندم داخلين مع بعض، التمني والندم. asking for، giving advice، يعني راح تطلب النصيحة وتمد نصيحة. warning يعني التحذير. using، should، out to، had better، هذوما أدوات التحذير. زيد راح نشوفو the present and present continuous passive، يعني المبني المجهول باستعمال present simple، present simple و present continuous. expressing cause and effect ولا consequence، result، كما حبيتو سموها. المهم cause هي because، because of، thanks to، etc. والresult نعرفوهم هما so، thus، as a result، consequently، هذوما نعاودو نشوفوهم كامل، درناهم في السنوات السابقة، نعاودو reinforcing المعلومات. expressing result هنا درناها ثاني بطريقة أخرى اللي هي so plus adjective that، تعرفوها في الفرنسي تاع tellement، زعما تيك tellement facile que، the exam was so easy that I had a 20، كان بزاف tellement ساهل حتى ديت، etc. عندنا ثاني. But expressing obligation اللي هي الوجوب and necessity الضرورة، using must and have to، must تاع obligation، have to تاع necessity. بعد عندنا morphology، وشنو هي morphology؟ هي تكوين الكلمات، يعني راح نشوفوا لي suffix و لي prefix. عندنا adding suffixes t and et، هذه هي باش to adjectives، راح نشوفوا هذا الدرس. forming opposite ثاني كي نزيدو this and ill for example، راح نشوفوه بزاف بزاف. legal and illegal، حاجة قانونية وحاجة غير قانونية. phonology يعني pronunciation، راح نشوفو pronouncing words ending in x and stress shift، نشوفو شوية stress. alors فيما يخص الإدماجيات نظن راهو كلش واضح. راح نهضرو على الفساد، نهضرو على بيزنس، نهضرو على الأخلاقيات، نهضرو على تبييض الأموال، نهضرو على الاختلاسات، نهضرو على سياسة رشيدة، التمويل الحلال، اي حاجه عندها علاقه بهذا الصوالح. واللي يطيح بزاف هو يقول لك اكتب write an article تبين فيه الايجابيات والسلبيات، ولا السلبيات مع الحلول، هذو اللي يطيحوا بزاف. دونك رايحين نشوفوهم مع بعض. الى عجبكم الشرح ما تنساوش ديروا لايك باش نفهم باللي عجبكم الشرح. ما تخليوا لي، ما تنساوش تخليوا لي كومونتير وابونيو باش يلحقوكم الفيديو اللي راهم جايين ان شاء الله. تهلاو في روحكم وفي والديكم، وربي ينجحكم كامل. سلام.